الصداقة الإلكترونية، ناس ما تجمعك معهم غير شاشة، ومواقفهم معك عن ألف صاحب واقعي. فعلاً وجودهم ألف نعمة. في منهم ناس يخافوا عليك من قلبهم، وناس تحبك دون عن أصحابك كلهم. هي صحيح مشاعر إلكترونية، بس فعلياً حبهم كفيل إنه يعوضك عن ألف صاحب. ناس يحبوك حتى بدون ما يشوفوك بالواقع، يخافوا عليك، يشتاقوا لك. لما توقع في مشكلة تلاقيه هو أول شخص واقف معك. ما بقول لك إنه سند واقعي، لا، بس فعلياً الصداقة الإلكترونية تقدر تبني عليها صداقة حقيقية واقعية. فعلياً هم هدية من ربنا، واللي عنده مثل كذا شخص يحافظ عليه، لأنه في هذا الزمن صاحب إلكتروني عن ألف صاحب حقيقي.